بعد نصف قرن على رحيله لا يزال السؤال واحدا، هل قتل أميل البستاني أم أن سقوط طائرته كان قضاء وقدرا؟ هل اغتيل لأنه كان المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية وقتها، أم أن القدر لعب لعبته مرة جديدة في حياة رجل الأعمال اللبناني الشهير؟ لا أحد يعرف، ولا جواب محدد على وفاته الغامضة، غموض لا يشبه حياة الشاب العصامي الفقير الذي خرج من المياتم البروتستانتية ليصبح أحد أبرز رجال الأعمال في العالم العربي. بيبين أنه أميل البستاني اللي هو عامي، مش بس عامي، عامي معدم تقريبا، من عائلة معدمة، قدر بسبب شبكة علاقات جديدة ناشئة صناعية مش موروثة يقدر يبني حاله بحاله. من الأعمال إلى السياسة مجددا، يبدو ذلك قدرا في لبنان، لكن دخول الحلبة السياسية لم يعجب العائلة الصغيرة لأمين البستاني، لأنه يمكن فكر أنه بيقدر يفيد بلده. كان يحب لبنان كثير، وكان عنده أفكار عظيمة لإنماء البلاد العربية، مشان هيك دخل السياسي. نحن ما كنا، أنا وأمي ما كنا راضيين أبدا، لأنه منعرف قديش عنده شغل. أميل البستاني السياسي أم أميل البستاني رجل الأعمال؟ يبدو الجواب واضحا بالنسبة لكل من تابع مسيرة الرجل. البروز كرجل أعمال كبير ودخوله على نطاق واسع بمشاريع كبرى بتتعلق من آسيا لأفريقيا لأوروبا، هذا خلاه يكون عنده علاقات دولية واسعة. 50 عاما على رحيله، وما بقي اليوم إمبراطورية اقتصادية ومشاريع كثيرة دفنت معه في قعر البحر حيث سقطت طائرته.